بالنسبه لعربيات النقل، المفروض يبقى فيه مواعيد تمشي فيها، دي حاجه. الحاجه الثانيه، اي سواق يمشي عكس الاتجاه سواء كانت ملاكي او اجره او نقل، المفروض تتسحب منه الرخصه وتوقع عليه اقصى غرامه. الحاجات اللي تبقى في الطرق برضو ممكن يكون واخد بياخد حاجه معينه للقلب تجيب فيه مخدرات. هما من زمان ما خلينا بعد الساعه 11 بعد الساعه 12 بنقل الكبير، هما دلوقتي بيخالفوا الطريق وبيمشوا بالنهار. هما المفروض القرار ده طبعا من زمان ان هو بعد الساعه 12 النقل يشتغل. الطريق ده خطر، وبعدين في ارواح ناس يعني، وفي احنا في ايام مدارس يعني، ما ينفعش اللي هو يفضل ياخد في مخدرات ويضيع ارواح قدامه كتير يعني، حرام. ثلاث ارباع السواقين اصلا بيبقوا واخدين شاربين حشيش وواخدين ترامادول، فبيطلع على الطريق مش واعي اصلا لنفسه، واخد الشمال على طول، ملوش دعوه بالملاكي في الطريق في الوقت بتاعه او مش الوقت بتاعه، فموضوع صعب قوي. هو ده الصح اللي هم بيعملوه عشان الناس تخاف تعمل الغلط، واحد يخش عكس او واحد يكسر اشاره، واحد يجي مخالف، لا مش هينفع. المفروض بعد كده يعملوا طرق للنقل التقيل، لان يعني مش هيستغنوا عن النقل التقيل لان هو اللي بينقل كل حاجه. المفروض يعني يبقى ليه حارات ويشتغل بالليل وبالنهار، انما عشان خاطر يخلوه بالليل بس ما ينفعش.